Hi, welcome back to TolerAct.com. So today we are on the streets of Athens and we are going to talk to some people about their opinions on the refugee crisis. So, lady, can I ask you a question? What is your name? Erika. Domenicos. Alexandra. Athena. And what do you think about the refugee crisis here in Athens? I don't like it. Our country is so full of them. They are here to take our jobs. I mean, well, I don't think they are very good influence for my children. Yes, they're criminals. They came to destroy our country. I hate them. I think they are not very educated. We don't need them. We don't need them. So I can just say that they have to come back to their country. They have to live. They must live from our country right now. Right now. Right now. أنا اسمي هبة النابلسي طلعنا من سوريا دولة على تركيا وخرب المعتور معانا هم مش مزبطينه نفس بينا شوية ضلينا ساعتين يعني في بس قليلين اللي مش خايفين أنا لا أنا مش خايف أنا ما بس أكون أسبح ماني بعرف أسبح بس صرنا بالمياه الأقليمية اجت الطيارة تفرجت علينا وبسرعة اجت الباخرة طلعنا لهون تهريب من اليونان لهون تهريب حتى كمشونا وامي قعدت بالوادي وراحت انكسرت رجلها يعني شوي بتنكسر معينا ماي ونرجف من البرد وانهم فوتونا لهون لرفقاتي ولأختي للكل يعني مشتاق لبيتنا لجيراننا للكل يعني مشتاق وأكثر شيء بحبه أخوي اللي مات وأنا ما بحبش أشوف إشي مش حلو عطول أشوف إشي حلو وبهذا الكم بنفيق الصبح بنتحمم ومنفطر ومنروح على المدرسة بتيجي الأنس بتعلمنا لغة إنجليزية لغة ألمانية ومقدونية ومن نروح نرتاح بالبيت ومننام شوي ومنتغدى ومنرد نروح المساء على الروضة أحب أظني أكتب وأرسم أرسم ورد كثير منيحة وعطول بشوف شيء شغلات جويدة وعقلية قوية كثير تكون مدرسة إنجليزية أدرس الأولاد وأعلمهم خليهم يحفظوا عطول شاطرين ويجاوبوا على السؤال مستقبلي كثير حلو أنا عطول حلوة حياة الأولاد الصغار عطول حلوة حياة الجميع حلوة وبعمل الشغلات الحلوة عشان الأولاد الصغار يفرحوا